هذا عيش بدا ما تسوي صوت ايش يسوي طبعا حاصل لا مصورنا كيف لا ما تسوي هاي كذا حق لا انت ايش انا ايه لا لا السبب انت هذه وين ركبها؟ دي وين ركبها؟ انزل يا شبه. قول لي كيف؟ يعني سمعت الاذون؟ سمعته؟ انا بس ماسكها طول عليك على قلبك. طيب اوه 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 عبود لا تطلع كل شيء ذي خلنا نخلص ذي ذي. اجي شوف شوف الخير. شوف يا بلد قلبك كسر الماضي. طيب اسمع اسمع طيب يا عيال انا شبعته بعد على الاذان خمس دقائق قال صاحبي استغفر الله طيب احنا ما نحل دي وين تبقى؟ طيب عنك طيب يا عيال اسمع كيفني الدريش اسمع خلها الدريش وين خلاص الفطور من الكيف بيجي من مصر في المطبخ يا مان ضيع لا 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 تعبوا لا تعبوا لا تعبوا فيلم كيف فيلم كيف؟ لا لا فيلم كيف فوق ما اجي بشوف ايوه انت المطبس ستار فوق فوق هنا لا لا تخلي اقطع حديد ارفعها فوق يلا خذ نرفعها نرفعها خلاص خذ ملكين خذ ملكين علي انا قلبي لا لا تقطعها كعرض وطول يا حبيب اخوك في هرب يا حبيبي طلع جيب وش تطلع لا لا ما خذ ملكين قلت نرفع واحده فيلم كيف والله ناصر ها ازرق اجيك؟ اي مش هدي اشتركوا ما احسن لا والله هم يقول لا لا في حدا يدرون اسمع اسمع عدو شوف واحد من شو اسمه الدريشة الى المكيف ولا الزاوية دي من الدريشة ايه نبغى واحدة كذا طول واحدة عاد شوف واحدة حط لي المكيف كذا شوف في مسامير يا سعد في بس حد بيدك انا كان بيشتغل انا والله قد احكم عليك يا مرحبا يا مرحبا يلا حيهم تجهيزات رمضان احسن انا اسمع 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 الفوانيس اول شيء الفانوس ابو خير مين هي كذا من قبل؟ عندك دي عندك يا بعد وقف وقف تعال دي سيراميك ابو خير تحب يا سعد فانقه عندي عند الله شاحن يا جا قلع ما هو شاحن منك اسحبه اسحبه شوف تعال يا سعد تعال تعال يا طرثوث ما اللي يدق يا سعد بدون ما تذكر اسمه تعال سعد عبود اسمع يا ابو هلا بك يمديك تربطه فيدي 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 معاه الساحن ذا الساحن ذا الساحن الساحن ربطه الكهرباء الكهرباء يا عاد عاد سعد مسك قبل شوي حق الزمان تعال شوف عبد الله يا رجال والله ما بحول ستار والله هذه ستار عبد الله طلع بتقوم هنا
لا شاب شغل مكتوب. بس. كذا حلو. وين بتروح؟ أنت وين بتحط؟ بعد إذا كذا إنسان خير مع ماذا؟ هاي بيجي كيش. كيف؟ يلا تعال. خلي يطلع أخوك. زار ما راح. خلي يطلع أخوك وظهري رايح فيها. هاي عبود. خلي أخوك. هذه دي. كيف؟ نزل ستار شو؟ نزل ستار ورفعها. ستار نزل عشان المعوقين شو؟ تزين لا لا ما عندي فكرة أحسن مني ما مشى ما أحب له الشاحن راح أقله تبينش طيب عندي فكرة دخل الحبل من ورا ما يجي من ورا عندك مفتوح إذا يربي إذا مفتوح كله بس ليك صاير لا أحب وشيل يلا نجيب سين يلا جاهز حتى الأسطوان حتى الأسطوان حتى الأسطوان حتى الأسطوان لا تنزاره سعدان ها اصبر اصبر قل لي والله يا سعد قل لي يا علي توصل يا بس يلا يلا يا بس باقي هناك على الاكس ده شفت الاكس ده نلفها عليه يا سلام بس انت خلاها كامله بس يلا واحد واحد ودي نهبطي حد الدلع والله انا بنام كذا ما ادري كذا هذا فنان صح ربع ودي لا تفكر ايوه بابا فينا فينا لعبوا بس ها ودي هذا شفتوا ذا بنكمل عليه الخط الثاني لا بده بنوصل ودكم اقسم بالله يا ابو عادل اضبطكم ما بنت ابو عادل شكرا عفوا تعدي هذا وضع يومي والله يا ابو عادل والله زانت يا رجال ابو عادل طبعا العدل اشتغل رمضان وين هنا ما شو رمضان وين حمد نفسهم حتى ما يحتاج والله ضوير والله ضوير على المدرسه هلا اسمع ها كيف الصدى خذي ضبطي خلاص خذي حطها فوق خلاص خذي ها والله ضبطي يا سلام خلي الحين بفوق ثلاث مستوى وش هو مطولي طويل ذا اطول من ذاك يا عيال اطول نفس ساعة عندي فكرة كمل الدا في دا وخلي الثاني دا على نزول أي زلمة هيك عرض من حد ليه كيف أنت فيها متقطع أنت لا أنت أنت خلاص أنت عنده أنت عاد ليه بضبط بيا تحت بس لا ما سلام الله أدري أدري ساعة عندي بس يا ولد يا ولد أنت رمضان كريم ايه ارخى ارخى شيء انت سهل عندي فكره على من يسكي شيء ثاني عندي فكره خلها ما يحتاج اسمع عندي فوق اسمع ذي ترى تقطعها بتجي فوق اسمع يا سهل عندي فكره خلهم طقها مع المعروسه في واحد جالس بطل ابعاد بطل ابعاد ايوه انت بالباب بالباب وصلها ايه عدلها اتبع على الباب بس وصلها يا خلع على نزول خلع على نزول وكان خرج منها وصلها من جهه ارخ ارخ ايه ارخ بس وقف منها منها يبدا روخة منها اه مني ايه ما عندي بس طقها وقف خلاص خلاص والله ما عندي بس ما عندي بس انزل 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 ها نفتح عليها شفت ما راح يكون شيء لا والله ما راح يكون شيء مكتوب شكرا دخل يا رجال طيب ما عندي شفتوا يا رجال واحده واحده
لا لا شطور نزقه والله ابي صوت اسمع يا ولد مع نفسك تستنى العين عندك يا اصبر على شطور من بقى ريوني كيفك كيف تستنى بالضبط طيب هي تستنى العين خلاص ريوني دز يا ريوني بقى يلا ويت عني انت ما تحفظ اقسم بالله انا ابو عاي وانتين انا ماما 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 إسعاد خلها مرخية مرخية يا دي ما لا أطيح إيه أنا أيوة كده بالضبط أرخى شد بعد نورنا الله يا سلام يا سلام كده أقدر بطيح في ذيك اللي نا وفي ذيك لا أحد ما نسوق بعد كده بعد كده بطيح نفس إسعاد إسعاد الفانوس واحد من هنا واحد من هنا الفانوس من هنا ما تكفي الا واحده بس عذر واحده عذر لا مرخي لا تقعوا ماشي لين خلاص دقيقه عند الله ايش تبغى عاد كمره خلاص هون الثاني وين ما الثاني فيه بعد خلا مرخي مرخي ايوه صار صار لا لا ايوه يا ابو عاد طيب الفانوس مو واضح خلينا نشوف واضح لا ما الفانوس مغطي عليه الطول ثلث لا اقطعها لأن رمضان يا جماعة لا لا تخيل كذا كذا لا تخيل حلو لا تخيل لا لا ما حد يه لا لا سعد كذا ما عندي كذا حلو كذا حلو كذا حلو كذا رمضان يا شهر باقي زنتين باقي زنتين رمضان باقي زنتين قولوا ليه طبخ حق دقيقة بواحد بواحد قوم قوم امسك ايدك ريان سكرت حاجه
سعدات تفلسف سعدات تفلسف اسمع الباب الباب طيح وتنكسر ولا طيح بالنوال اذا ما راح تنكسر شوف خل حد يمسك الفرن غير لي فوق تفلن اوكي شي كذا صور منه سعد روح هون شنو لوني عشان العب عندي صوتية بس خلنا فكني فكني حجارة حطها كذي بس يا ريان هذه مو احجار الصلاه احجار الصلاه ليش يا صلاه واحد اثنين كيف الحال مرحبا يا شباب انا مسرب لا مسرب الحيوان مو يدبخوا يا كل واحد اللي بيده لبته حلو هوين المسامير؟ اي مش كم غلط؟ سعر 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 شكرا مش كم خبر كم؟ اوكي يا شباب زابيت ايش نبدا انت؟ ليش نبدا انت؟ الشعب الشعب كيف صاير؟ هذا يا شباب هذي الشعب عطرنا لا دير دير هو محلك فخر انا بدي اخوك انا بسرب الدنيا ايش سويت انت ما يصالح ما تكلم خذ يا لبدة ما يبغى يصالح بس العجوز ابراهيم قال العجوز يصالح ابراهيم قال العجوز تو ما مفتري اوكي زين بعد ايش ايش نظارة خلوها في الحرف الصوم لا اقل يعني طويل ليش كم عمش ايوه وين العزبة حج طيب هاي عبود استقبل لا تفهم روح ما اكل عبود وحط الثاني اللي مع سعد فيه رمضان شوف رمضان ايش لحيت رمضان بالضبط كان حقنا انجزنا وش بعد يا تحت ايش عليه عشان نجيبه جيبه والله تبي تخبر انا في تمشي بس 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 ما اعرف انت تقول بس يا كريت رو انت الهاد انا عمودي صح انا عمودي ما راح اسمع انا ذاك سعد اخذ فانوس كل انا يا رامتي امو انا هذا عندي شيء سكت سكت الشيء ما سكت لا تخلص البطارية ما نجعل الله اوكي ايه يا رجع شاري حسن شاري حسن شاري حسن فك انا شو شاري حسن لا شعرك وينها بالضبط يجي الله على دولة الله على دولة ها عمش يا تدك سوا خلوها لا لا عبود عبود تكفى لا تدك سوا في عندك الزاعة دي ابشر الا لا 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 هذا ميزاني عطني هي نص هذا غنطه دي اسحب لا 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 وين تبغى دي عندك فوق فوق فينيش يا ابي اسعد امه هو محمل الجبل محضر العمر والله سعدان رايد بعوه يا بعوض رايد الاصل ترى معطيني كل شيء طيب انا وياك يعني دار اي ما حسب باص 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 لا انا مشكلك هاي باص صار قلت لك هات الهيك حد يا ريح ما فيش انا ايه سوي شغله شو هي حدت اللي صح خليك يا ويلي ربحها ترى طويله طيب انا حجا طيب ما حجا شوف شوف انت ايش ما انا حد ايش العجوز العجوز حق العجوز العجوز بحار ما سكتت خلاص كيف فكوا هذي ايش هي يا قاسم لا وين طيب يشوا ثنتين كبار لا وجهك قدامك وجهك في مش بكوس قدها ها ها ما تدري من اللي طالبك الجن ولا الساعة منا منا شوف شوف بيجي بطول عن جد بس هاني يعني ردها تصيح تمشي ما فيها حتى إذا إشتغلت هاشغل إيه نقول ما في حجة يا ذي حق الحذون لا 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 حق اكيد حق اكيد تبغى كذا؟ طيب وين اللي شغال؟
ما في حاجه كذا يا اخي ولا شيء ذي من نفس القاصه اللي شغلها حطها فوق الثياب هنا ما عكستها الا بالعكس كذا كذا احسن يقول جابوا هذول شنو السياسه باقي يوصلوا كيف وكيف تشغلونها تاخذ الكرسي ويلا تروح تشغل اداء اصلا مشغلينها من اول يوم في رمضان عادي طافيه حق الحثوني وين 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 الحثوني طف 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 ما صور ما صور بس ها وش قال الله؟ نبدأ ها؟ نروح البقالة واشتريكم مباشرة على حساب 20 ريال في السوبر كيف؟ والله انا جاعان 20 ريال انا نفسي قهوة وتمر وقشطة وسمبوسة طيب عندنا سمبوسة ها ما عندنا مش هذا الشيء البيت احنا ما عندنا ما عندنا مش هذا الشيء هذا العطر الحين شلون يا ريان؟ شغل 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 النور كله شوف شغل النور كله اوه يا رمضان كيف جاب صدق طب خلنا خلاص خلنا نشحن طب 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 مره مره بس طب كل شيء عود على الضوء لا لا والله العنب اللي ضوء يعني يضرب قطع من العنب طب 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 فين انت شوف انا 10 لا لا ما انت بالضبط بالضبط لا تلمس وخر انا 10 اخذ ما صراك مو صرت اسال ما تقدر أربا تمشي بس امشي بنزين مشي وش احجار تمشي انا سنيكرز دقيقة وش احجار ها سنيكرز حلو شغل وين الاحجار انا كبير ايه كبار يا صغار كبير كبار كبير يا اكبر شيء من عمك من من عمك من خطاب انت خالي قول طلع عمك انت خالي دنيا ما بصير عمك ترى النفس بيروح عنك بسرعه عرفتها كيف؟ من عمك اصور لك سناب إيه. ابوك ارحب قاضي بعد ابوك طيب كم روح بس بس يسموه بس هي راح جب اويلي يا ما خذتني يا طرزور المو راح شم النور يا ريان روح اصلا يا مطرش عجل يا ريان عجل عجل يا ريان عجل ارحب سام ارحبك ارحب هلو والله عادي يعني كذا ما راح بالمخرج طب وين شيء اجل القاره دي لا تحبي اجل هناك يا ريال ريال سلام سكت هنا ادري سكت هنا السلام عليكم خلاص ايه عدال عدال حال ايش بكم السلام عليكم رمضان مبارك يا اخوان رمضان مبارك رمضان مبارك علينا وعليكم انا اقلب الكاميرا اوريكم تجهيزاتنا رمضان صديقي اي كي موجود ارحب شوف هاي تجهيزاتنا رمضان اي كي شوف يا رب تقدر تزورنا والله ها ابو خالد تقدر تزورنا لبى قلبك لبى قلبك يا كي لبى قلبك يا المحزم لبى عينك لبى عينك ايش السالفة واجد لبى قلبك لبى عينك وتعال طلال السقور يا طلال السقور لا 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 انت لا تتحول صقر لبى قلبك يا ابو خالد لبى قلبك لا تسوي خويه شي تعرفه هو انا احبه هو يدري اني احبه يا ولد صقورك عندي اسود الله يسعد امك يا مرحبا بك يا ابو خالد كيف بالله تجهيزات بالله تقدر تجينا اصبر اعطيه فاين امسح الكاميرا الوافي ويلكم يا الوافي بالله ما تقدر تجينا والله اني اتكلم وانا صادق يا اخوي تعال نبدا الاستراحه بدون تصوير بدون اي اخذ وعطاء ارحب ارحب تشوفني زين اها خالد كيف حالك؟ اها الحمد لله بخير ونعمه شو اخبارك؟ بشرني عنك اها ايش رايك بالتجهيزات بالله شوف اها
رايك؟ اها اها كيف؟ اها اها تعبان على السابة. اها طلع من قدر ما يسمع. اها طلع قال جوها جوفي هذا. هلا هلا الشيخ. اخوي هاي غرفة نوم ولا مجلس ولا شو السالفة؟ اذا انت ما تفرق بين المجلس وغرفة النوم هاي مشكلتك حبيبي. يا اخوي شو مشكلتي صدق؟ هذا الديزاين اللي ورا مال الشخوط مال غرفة نوم. ما ادري يمكن عندكم غرف النوم كذا مشكلتكم. والله يا اخوي ما امزح معاك والله. اوه من نظارتك عرفت السالفة. والله اني من نظارتك عرفت السالفة. اخوي انت مشكل. تعال تخل تخل جولة تخل. تبي نلعب جولة؟ تفضل حياك الله. شو اسلوبك مسيح؟ ترى ما كنت كذا، انت كنت محترم لطيف حلو تبت. والحين هذا قليل ادب شو؟ لا لا فيه احسك فيه. انا ترى نعرف احسك يا اخوي. العتب على نظاراتكم والله مش علي انا حبيبي. لا ارحب ام حسن الله حي. افصح النظاره بتشوفني عدل اخوي. ارحب يا عيال. اللون المناسب ايش اختار؟ اللون المناسب ازرق صح؟ يا اخوي يا اخوي ممكن اسالك سؤال؟ اسال حبيبي اسال. تراني والله ما امزح، هاي غرفه ولا مجلس يا اخي؟ سؤال عادي ترى. هذه صراحه يا حبيبي، احنا بيوتنا ما هي. يا اخوي جزاك الله خير. سوينا الحين تجهيزات رمضان، هذه السفره شوفت. جزاك الله خير. حلو. إزالك. وهذه الدناديش واغراض رمضان، الحركات شوف هنا فيه فانوس، صوره العيال، جروب الاستراحه، احنا متجمعين هنا. اي والله. فوزي. طب خذوني معاكم اخوكم الصغير. مرحبا والله ويلكم يا اخي. تعالون والله اني اتكلم وانا صادق. اذا يجيني فرصه تجينا جهة بيشة جنوب المملكة العربية السعودية، عين براش وعين الحاف والله العظيم. يعني أفدر روحك الله يطول في عمرك. الله يسلمك. الله يسلمك. إذا الاستراحة شوفت عيونكم استراحتنا. هذه المرسيدس حقتي. اي والله والامور اللهم لك الحمد. شوف اذا بتأجر لي المرسيدس بيي اجار. انت لو تبي عيوني اعطيتك يا حبيبي. انا باجار انا اي شيء شي عيوني وهذا. انا ما اصدق هالكلام. انا بأجر لك مرسيدس وكك جديدة لك انت خصيصا في بيشة مدة اقامة. الله يطول في عمرك. الله يسلمك. الله يخليك يا حبيبي انت. الله يسلمك. الله يخليك. اها طيب عندك مستوى؟ انا مدير شركه المستويات العامه. طيب ابغاك تطلع لي مستواك لاني ما ارخص لحد الان. يعني انت ما تشوفني شيء؟ يعني لا انا اشوفك شيء بس ما اشوفك شيء في الجوله. اما لا بس بخليك تشوفني كل شيء في الجوله. بخليك تشوفني كل شيء. قول يا رب. ام يا عم ولكم يا عم. ام يا عم ولكم 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 ام يا عم. ام يا عم طياراتك يا عم. ولي 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 على عامتي. ولي 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 على عامتي. يا ويلنا يا ويلنا يا ويلنا يا ويلنا. ام يا عم ولع الشباب خلى السما تدوي دوي. ام يا ام يخرب حنانك يا ام. شباب مع ام لا تخلونها بروحها يا شباب. لا تخلون ام بروحها. قسم بالله كفو كفو يا ام كفو. يدا بيد نستطيع بالحب. اها يا اها اشكر حنانك يا اها. ام يا ام اها يا المينون يا المينون ما تروح الجولة بإذن الله. آها يا آها. أم يا أم ما تروح بإذن الله. ما تروح الجولة بإذن الله لن تذهب. يدا بيد نستطيع بالحب بالحنية. لا تخلون أم بروحها. خوية يدعمها لو خوية يدعمها. إن شاء الله أن يدا بيد. آها موجود أم موجودة. دانو شكرا يا دانو. قطرة على قطرة تسوي وايد. نورة عادل قطرة على قطرة تسوي وايد. اسمعوا مني يدا بيد والله نستطيع. والله نستطيع يدا بيد نستطيع. يا رب حد يدخل من ربع. أسد على قطرة على يا رب ناخذ الجولة. نورة يا نورة أشكرك يا نورة. نورة تقول خليفي معاكم معاكم. أسد على أسد على شوية على مني على مني على عشرة على خمسة. تسوي وايد. قطرة على قطرة تسوي غدير. قطرة على قطرة تسوي غدير. ما يعرفك يا جهل. يلا ايه في ذمتي ذمه. ولكم بيس. ولكم يا بيس. ولكم يا الواف. ولكم يا الواف. شباب يدا بيد نستطيع بالحب بالحنية بالمحبة.
بالتكبيس. الوافي ولكم يا الوافي. ايوه الوافي. ايوه حبيبي. آه شباب فوز الفوز. اذا تبي تفوز اضغط حلم او دريم فقط، هذا اللي انا اقدر أسأل. انا قبل لا اضغط حلم او دريم حبيبي بيني وبينك 40 ثانيه لا تكثر كلام. حاضر الربع همشي ندحبه الله يجعلني بدوس كيسي. اي لفي وبين الدين تعرف انا ودي اقول لك محمول مقفول بس ادري انها يعني اسأل لا تحفل الزبو بالجحفل لا يجحفل لا يجحفل الجحفل أركان 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 الوافي وسع الوافي وسع بطل ابو خالد اذا حضر كل اسكت ما حد اللي... بدون دبل نحن ضاربين بدون دبل حبيبي انا بدون دبل والله في الدبل ممدوح ولكم والله في الدبل بدون دبل حبيبي يا اخوي تعال جوله ثانيه لعبنا جوله باقي جوله تعال حياك فوت لا 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 ما اتفقنا على جولتين لا ولا اتفقنا على جوله بلا معك جوله اللي هي هذه اللي راحت يلا عيني وعلى عيني على لا 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 اخوي شوفيك شوفيك مو بكذي عاد الدنيا مو بكذي ليه يعني فزت خلاص اخوي باقي جوله يا اخي اقول لك شيء اقول لك شيء قول لي شيء يا اخي خلني استفيد يمكن يجيني دعم افتح افتح طيب اسمع انت ايوه لا بس ما عندي مشكله بلعب معك بس بشرط ايوه نفذ احكامي والله نفذ لك حكم تفوز قسم بالله نفذ لك حكم الجوله هذه لا لا اسمح لي اسمح لي اخوي اخوي لا اتفقت وياي جوله ولا تيك توك معروف انه جولتين صح لا مو معروف على حسب الاتفاق والله. ما في شيء اسمه معروف انت اتفقت وياي انه جوله؟ لا طيب اسمع اسمع انا والله العظيم ما بيستنس والله العظيم اني ما بيستنس يا اخوي انت شوفك ترى عادي جولات بالحب بالحنيه اقول لك يمكن يمكن انا ادخل وياك واخسر ترى والله العظيم ان انا ما اعرف اذا بينزل لي شيء ولا لا والله يا سحلف لا لا بس اسمع ما عندي انت جاي ولكم بس ابغى شيء واحد امر نفذ حكمي بعدها نكاح والله يا اخويا انا كيف انفذ لك حكم وانت ما قلت لي جوله كيف انت انت يعني لو انت مكاني بتنفذ بس اتفقنا على جوله ولعبنا على والله ما اتفقنا على جوله اخوي والله حلفت لك الله ما اتفقنا والله طيب اسمع امر لا طفوا 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 يا اخي انت تتري انت تتري الشور من المتابعين انا ما قاعد اتري انا والله الرجال ذا ما هو بيدعم عشان جوله هذا يدعم من محبه تستاهل والله يا اخوي لو دعمك حتى انا بفرح لك والله والله بفرح لك يعطيك العافيه يجيب الله مطر بنضحك يجيب الله مطر قلتي حقنا تكبيس يا اخوان يجيب الله مطر يجيب الله مطر الامور سهلات والله العظيم شباب يدا بيد بالحب بالحنية بالمحبة بالتعاون اوف والله اني توترت اعفوا لي ولكم ايوه ديباب ايوه كيف كنتوا تشربوني قبل شوي كيف اللي عندك من مستوى ورقيان بالجولة لا بس اسمع اسمع
اللي لك مني انا هم ما عندي كانت الجولي قبل شيء بس لعبت والله عشان لانك تقول يا حبيبي يا حبيبي الله يسلمك انا مقدر الوقت هذا اللي احنا فاتحين فيه بس الله يسلمك الله يسلمك انت كانت تهمك هاي الجوله انا تمني هالجوله لو اذا فزت انت الف مبروك اذا انا فزت الف مبروك الف مبروك بالضبط يجيب الله مطر يدا بيد نستطيع بالحب والحنيه بالمحبه جحفولي طيب. يا جحفولي اشكر حنواك ايوه انت في الامارات الان اي نعم جولتها شربتها جولتها علمه شربت الجوله يا اخوان انا رفضت بس الرجال ما اتفقنا معه على جوله جولتين وقلت له بعطيك حكم قال لا ما راح قال العب معي جوله ثانيه بلعب ايوه والله والله تفوز والله انفذ لك حكم والله ابو خ... انت والله والله انفذ لك والله يعني بس انا قلت لك جولتين عشان قلت لك يعني يمكن حد يدخل عندي يمكن حد من ربعي لا على خشمي يعني على خشمي بس ايش رايك ما قلت لنا رايك في التجهيزات رمضان ان شاء الله لا صراحه ما شاء الله تبارك الرحمن ما ادري ليه والله والله ما شاء الله عليك يا اخي والله ما شاء الله خيبه ربل الله يستر انا شفت الجوله شربتها انا بدايه هذا شفتها ترى ليش حتى هذه جولتك الحين ترى انا شربتها يعني المعلوميه شد حيلك اي اوكي تمام شد اللي تحس عندك من جهد عطني اياه في التريبل عين تشربك شوف وعين تضماك وانطلبت الغلاء البيت بيتك طب انا شربت جولتك امبوسيبل ويلكم شباب يدا بيد نستطيع بالحب بالحنيه بالمحبه صارت صارت خلاص يا ويلنا جايز حد يسكر ما بيتسكر غرقنا خلاص خلاص انسوا 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 الجوله خلاص يلا من نصيبك شو اسوي تدري ايوه تدري انا رحمه مني كنت ابغى اسامحك وتروح بس تعي انت اللي تندق مره اسكور ما يدخل بيتك اسكور نصيبك نصيبك يا اخي تراك زوجك نصيبك يا اخي نصيبك والله شوف شو اسوي نصيبك فتح عنده تربل يا اخي هذا تربل فتح عنده يلا نصيب نصيب يجيب الله مطر ايوه عادي 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 بنفذ له حكم عادي سكوره قوي الريال عنده داعم يعني استاهل والله سكور تربل تربل اخواني تربل مش دبل تربل ريحه من بدري خلص عليه مليون 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 تربل تربل اخوي تربل يعني 300,000 يعني 300,000 اوي مليون تربل ما شفتك في التربل يعني 300,000 انا ما فتح عندي تربل ما فتح عندي يا يعني 300,000 اهدى اهدى اسمع تشوف هذه جولتك ايه شربتها ابو خالد والله على عافيه مطرح ما يسري يمني اخوي اخوي قول احكامك قول يا اخي قول احكامك قول خلاص يا است قول احكامك قول الو تسمعني ما يسمعني شو السالفه ما يسمعني الحبيب شو احكامك قول مبروك والله يستاهل يا الربع سكوره قوي ترى يستاهل الريال يستاهل يستاهل الف 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 مبروك ايوه راشد والكمر جيد الله يا ابو خا
يا الوافي جولتين خلاص انبسطت. لا بد الله علي نذر محراتي. أفهمت الرجاء. نذر وده إنه هو اللي شاحن من نفسه عشان يفوز. أنا بيك يا الخور. هذا ترى وظيفته ينرفز الخصم فقط. فأنت لا تنرفز ما عليكم. أنا ما سمعت. أخويا شو يقول؟ والله ما سمعته. يقول لو الدنيا ترجعك يقول ودك تشحن وتفوز نفسك. الدنيا ترجعني وين؟ يعني قبل الجولة. للجولة اللي قبل شربتها وأنا فايز. والله اخويا ما بشحن نفسي عشان جوله يعني بالطريقه هذه بالعكس والله صح من البدايه ما اسمعك واحد ما في رجع شخصان ثاني خليني بشكر ابو خالد والله العظيم واقسم بايات الله اني ما ادري ايش لان الكلام يوصل كل وقت والله العظيم ما هي باول مره ولا هي باخر مره هو من 6 شهور وانت حزام وافي وأعيد وأكرر إذا أنت حضرت كل شيء يوقف كل يقمع لحجمه إذا أنت حضرت ترى يهرب من الأحكام أمس هرب من سعود ومن لاحي مو بشغلي يهرب من غيري بس مو مني والله ما مو بشغلي يهرب من اللي يبا ما يخسري هذا لي بنفسي من لاحي وإذا أنت بتهرب الله معك عاد أنا طال عمرك ما أسويها أنت ياس تلعب وياي أنا مو بياس تلعب وياهم أنا ما يخسرني إذا أنت تشرد من لاحي ولا غير من لاحي أنا مو بشغلي أنا لي أنت ياس تلعب وياي جولة ما يخصني ما يخصني انا لي معاك انت قول لي انا مشارك قبل ما امشي ما شارك انا بدي اسال شو الوادي الحكم الاول ايوه سهل بس انا اوكي قول سجن في بثي حلو يا قلبي سجن لمده جولتين حلو لا تنسى شيء بس ما اشوفك اهم شيء توريني شيء اثبات انك موجود لا لا تنسى اي شيء حلو لا لا الحكم الثاني الحكم الثاني العب حق التنفيذ حكم هذه ما لها علاقه تنفيذ حكم بس على ما تنفذ ايوه وحنا نسولف بس يعني ما هي بحكام ولا شيء حلو المهم الحكم الثاني يا تشكي اني احبك والله العظيم والله العظيم اني احبك وانت تدري وش أنا أعرف شخصيتك هذا هو شيء أنا أي شخص أحكم معه أحكم عليه أنا أعرف شخصيتك ما في أحكام نفذها أي شخص ثاني أنا أعرف والله أني مقدر يعني لو تخيل قلت جيب معجون أسنان نحطها شعرك وجهك بتحط صدق لا صراحة لا يعني وإذا قلت حكمت بتحط قول أحكامك عطني 3 أحكام الحكم الأول الحكم السجن الحكم حلو. الثاني شو اسمه الحكم الثاني تكتب في البايو عبد الله الشهراني وقلب أزرق لمدة 4 أيام قلب أزرق أهم شيء القلب أزرق هذا يعني الشخص حلو اللي الحكم الثالث تلبس 25 تيشيرت التيشيرت هذا والله شوف أنا في شقة أخوي لو في 25 تيشيرت بلبسهم أخوك ما عنده ملابس ألبس ملابس أخوي يا أخي استحي حتى يعني ألبس ملابسه ما تستحي من أخوك والله استحي يعني ألبس ملابسه ليش يعني يعني الريال مكوي ملابسه ومرتبنها نية كرسفن أنا عيب يعني لو ملابسي والله بشربي لو اني في البيت قسما بالله البسن ونفذت هالحكم قبل يعني غير خلاص بيضتين نية بدون كشور هلا بدون كشور اخوي بيض اكل انا متعقد نفسيا من هالموضوع انا الاسبوع اللي طاف مسوي عمليه والسبه حكم في التيك توك لا اي والله ما تشوف شر اكلت 4 معالق ملح ومن يومها عندي مشكله في المعده التهاب في المريء التهاب في المعده وتجرحات في المرع في المعده وزوع دم الله سلامك ولا تشوف الله يطول في عمرك فعطني احكام يعني اقدر اسويها والله بسوي لك قل لي انا قلت لك حكم بنفذ خلاص ما عندي مشكله الحكم الاول عطتك اياه الحكم الثاني عطتك اياه اللي هو تكتب اسمي لمده 4 ايام في البايو وقلب حلو الحكم الثالث نعم عندك حساب ثاني لا نفس الحساب هذا فاتحنا في تلفون ثاني تقدر ما تقدر تدخل بث لا ما يستوي خلاص الحكم الثاني جرب عطني حكم رياضي عطني شيء حلو خلاص حكم رياضي أبيك المدة مهم من الجولة هذه من بداية الجولة الثانية ايه؟ توقف وراء ودك تحي المدة الجولة كاملة ساكت ما تقولش اوكي بس ما بسوي هالشي بسوي هالشي صبر تمام صح
انا يسر والله ما تلقى ايسر مني يا خليفي يا حبيبي. لا لا عادي احكام احكم هذا حقك اخوي نازل لك سكور جبار يعني ما بنفذ لك حكمك بعد عيب علي يعني. لا لا يا حبيبي وانا والله العظيم اني قاعد احط احكامي ترى بحدود لاني انا اعرف شخصيتكم يا حبيبي. الله يسلمك يعني بعض الاحكام ما تتقبلها. الله يسلمك. وش اخترت؟ حكم هذا تمام المدة الجولة ما تتكلم ترى حتى لو ينزل لك 50 مليون ما عندك مشكلة بس لازم واقف خلني وانا جالس بسوي لك كذي وبكم ساكت واقف واقف انت برياضي انت اخترت رياضي يا اخوي هذا مو برياضي هذا رياضي نشاط حيوي يا يلا بشربي بشربي تم يا ربي يلا اسمع مع الجولة مع الجولة الجاية مع الجولة الجاية مع الجولة الجاية وجولة واحدة ومن احكام عشان اذا في تحكم ولا شيء والله شوف ربعي اتوقع كلهم طلعوا ما اعرف لكن انا ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة خلاص مع الجولة الجاية عشان تبين نلغي هذه لان هذه حق التنفيذ نلغيها يلا يلا الغيها الغيها عادي يلا نلعب الحين جولة واحدة طيب يلا حاضر عندك ولا عندي جولة واحدة الفائز يحكم خلاص يلا يلا مبروك عليك احكم علي يلا ها شي تبغي صح يا سلام ايوه والناكر كم كانت الناتي نذرني ناسي كم كان اثنين كان اثنين ما فرقت يا اخوان ما فرقت عادي ماني بطالع للناس كبسوا شيروا هذه الجولة الأخيرة تكبيس وشير والله سلام خليها في دبي أبو ظبي ما ظبي دانو دانو شكرا 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 دانو شكرا 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 أيوه؟ لون يا عيال تكبيس تكبيس كلكم تكبيس الجولة الأخيرة خلاص يا طلال خليل بدون صوت يا خليل لو سمحت يا عالم علي فوق العالم
اقول كم باقي ثانية؟ باقي 30 ثانية. شغل العلم اللي تحل. يا ربع يا ربع شوف يا ربع شوف 30 ثانية. خلنا نفوز فيها. تعال تمشيها. لأن إذا فاز ترى بخليه يحكم عليك. حلوة شوية شوية. نذرنا حلوة. والله أنا حلوة. وأنا يستاهل البث. اوف 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 يلا اوخ الحمد لله على السلامه يا الربع الحمد لله على السلامه انت 95 لبه والله قلبك يا انت 95 الحمد لله على السلامه يا الربع الله يسلمك يا مرحبا بك اقول حق ربعي الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه حتى انت يا قلبي يلا يلا جوله يا حكمي جوله واحده عشان يلا قول يلا عشان التوب باقي خمس دقائق بنتكي الجولة عشان يلا قول الحكم الأول يلا يا صار تقطع السماعة حلو الحكم الثاني أيوة حلو بيضاجك الحكم الثاني قفل بثك ما تنسي ما شو اسمه ما تسجن قفل بس 30 ياسر ترجع تفتح كيف الحكم الثالث أجل سير الحكم الحكم الثالث ما أعرف والله أقول لك هالجولة بحكم ولا بدون حكم تبيها لا هذه الجولة دي اشتغل أنت عادي بحكم يا أخي دخل عندي داعم يمكن يدعبني الله ما يقطع رزقك تم جزاك الله خير أيوة وعلى الصدق جزاك الله خير أيوة كمل الحكم الثالث الحكم الثالث تكسر الساعة اللي فيك ما حصلية والله أكسر الجوال وأكسر عظامك ولا أكسر الساعة أيوة ما أكسر ولا هدية لا لا ما ما بتكلم ما أحب أتكلم هني مم خلني أشوف دقيقة تدري حصان ولا حصان اختار لا لا ما أختار حصان أنا نفذ لك أحكام خلاص تقدر السماعة يعني ايه بقطعها وش رايك تعطينا اسهل انا ريال حاله انسانيه وانسان إيه عقد حالي ايه انا معتب يلا معتب اقول لك اقطع الثنتين ولا واحده شو تبغي لا لا اقطعها كامله ما بيك تسمعها ولا تستخدمها نظام تقطع اذن وتخلي الثانيه في اذنك لا كامله كابو كابو 17 ورده 17 ورده كابو ولكم الحب شباب عبد الله العنزي اشكرك شكرا يا شباب شكرا مليونير ولكم ولكم الحب ولكم اي بتمرمط ولكم 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 الحب ولكم عبد الله العنزي بديت عينك يا اخي اشكرك خالد مليونير شباب نجم التيل بديت عينك يا اخي كلامك بس يكفيني نجم التيل لا تنسى ولكم ايه كيف مرمطني مرمطني مليونير مليون دور رشني بوي مليون يجيب الله مطر يجيب الله مطر نجم التيل يخرب حنانك يا نجم التيل يخرب حنانك يا نجم التيل يخرب حنانك
يخرب حنانك. وقف وقف نجم الشهير ومليونير. أنا أرعاد 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 عادي عادي شباب عادي يا اخي عنده رجال دوم داعم يدعم التبون والحصلة التبون تستاهل 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 يا شباب نجم السيد فديت قلبك مليونير حبيبي عبد الله ابو حميد لا عدمتك يا ربي اركب عادي عادي امشي لك امشي لك لا ايوه يجيب الله مطر شباب يجيب الله مطر بالحب بالحنية بالمحبة بالتكبير بالبيض نستطيع المستشار العقاري خلاص خلاص أيوة مبروك أول شيء تستاهل التوب 1 عطني أحكامك الحين تستاهل تستاهل التوب 1 تستاهل ايوه لأنه ما أسمع صوت أغاني شيء بدون صوت يا بصوت نجم السيد فديت روحك يا أخي شكرا مليونير شكرا أبو حميد عبد الله حبيبي تاجرات يا الله يحفظك مشكورين والله شكرا شكرا من القلب للقلب أيوة أبو حميد عبد الله ما أنت وقفك شكرا الكاسر شو أسوي بس عادي بروح رياضية ما عليك والله أني مبدع له ايوه شوي يا اخي بس ابو خالد اول شيء انا شوف انا ما ادري بس نقطه انتي 95 تمام شكرا ايه ما عندي احساس انا ادري في شيء بالي بس ما ادري بس ابو خالد والله العظيم اعطيت مثل و جعل عمرك طويل جعلك والله تمثل من زود والله العظيم في كلام في خاطري غير لو اقوله يمكن ثاني بيربط فيه وانا اقول بيربط اتوقع اتوقع انه هو نفس الشيء اتوقع اي والله انا خاف اقول الكلام اللي في خاطري من قوه ما اعرف اعبر اخاف تحسني اسب من قوه ما اعرف ايه ها خليفه هلا حبيبي هلا خليفه لبيه انا والله العظيم اني تبي الصدق خلاص قلت رجال راحت بس انا علمتك في حضور الشخص هذا الدنيا كلها توقف كذا ما ادري اي توقف فيك ونعم فيه يا حبيبي كريم المستحب يا حبيبي وطال يا عمرك بقول لك شيء انا فرحان لك ترى والله يا حبيبي تسلم انا اخوك والله العظيم يعني شوف مع ان في كلمات عندي استفزازيه وكذي بس لا ما عليك ما عليك هذا كله انا ما اسمع لحد بقول لك شيء شوف انا عارف انك انت طيب نيه مهما اللي وراك ياس يسوي حركات انا عارف انكم اطياب نيه والله ترى دايم ومن وانا اصلا حماس في الجو فالله يوفقك ويرزقك من واسع فضله ترى والله انا حماس تستاهل كل خير وصدقني صدقني اني فرحان لك والله من قلبي والله العظيم اني مبدع انت تسلم بالعكس يا اخي بقول لك شيء انا 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 كصانع محتوى او انسان افتح بثوث لما ينزل في وجهي سكور عادي يا اخي اذا شخص احس انه يدعمك محبه فيك مش عنادا فيني او شيء يا اخي الله يوفقك والله
يعني شوف شوف مثلا انت دعمت قبل شوي احم احم صح؟ احم احم قسما بالله اكثر واحد يخسرني في الجولات ولا ازعل ولا شال في خاطري يعني والله العظيم. ايه معاك ترى معاك ومع غيرك دائما يدعم ضدي والله العظيم مو بشال في خاطري عليه لاني احسه يدعم مش انه كرهم فيني احسه يدعم يبغى يدعم الشخص اللي قدامه وهذا شيء عادي يعني. يا حبيبي ما تقصر هذا والله من طيب كلامك هذا والله من طيب قلبك يا الوالد تشرفنا والله العظيم شكرا لك حبيبي طلعت شيء طلعت شيء كلام حلو ما ادري شو ما تمشي حبيبي انفذ لك حكم بعدين اروح نفذت حكمي هذا لا لا ما في سماح انا ما اتسامح اسمح لي شوف مو سماح حكم تحب الحنيه اي حكم عطني اي حكم مو سماح ما في حنيه بس احنا شو اتفقنا ها انه عشان تب صح لا ما ادري والله ما اتذكر لا انت قلت انا عندي داعم دخل العب صح اي صح خلاص الحكم الاول تستغفر ثلاث مرات تسوي تستغفر قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اجر لي استغفر الله استغفر الله استغفر الله اسمك على خير ولعد قدام يا حبيبي اقول لك دخل عندي داعم بتدخل في واحد قوي خد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه مساء الخير مساء الخير اخواني كيف حالكم يا مرحبا بك ابو واو مش اخبارك يا خليفه وعبد الله الشهراني عيوني حياك الله كيف حالكم هل عبد الله الشهراني يا ولد كوميدي قديم الكفر زي كذا ونظرات يا عبد الله شوف 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 يا عبد الله اذا الله سلام عليكم عشان ما اسلم في شاهي واو ما ادري يا اخوي انت لابس نظاره ذيك هناك وجالس هناك والله يا عبد الله الشهراني شوف عبد الله عبد الله انا اعزك واقدرك بس والله سامج الحركات دي عشان ازيك اشخاص يا ولد عبد الله عبد الله جيش عبد الله والله العظيم ترى الناس يعني تطوروا شفت خلني اعلمك عبد الله الشيء اللي كان يضحك اسمع شوف شوف الشيء اللي كان يضحكنا قبل خمس سنوات ما عاد يضحكنا الحين ترى الدنيا تغيرت والله العظيم الناس الناس تتطور الناس الناس تطورت يا عبد الله عبد الله عبد الله وجهه نظري ليش ليش زعلت يا عبد الله افهمني اسمعني طيب اسمع مني والله عادي انت عبد الله شوف انت لو تكلمني في موضوع تعطي وجهه نظرك والله ما ازعل منك انا اعطيك وجهه نظري خلاص انا اول مره بحياتي البس قطر اليوم استقعدت لي جالي عقده خلاص لا شوف شفتوا كيف والله ترى كلامي شوف عبد الله عبد الله داخليا فاهم كلامي بس وش هو يكابر الدليل انه عدل شخصيته الباقي خويك هذا يشيل النظاره بشيلها بس بشرط تشيل السماعه السماعة عادي أنا عشان أسمعكم تسمعوني موضوع السماعة بسيط ليش ما عندك روح رياضية يعني عادي ما هذه روح رياضية يعني عادي والله أنا لو يجيني واحد يكلمني عن أخبارك أخونا أخبارك أخونا خليفة أخبارك خليفة شير يا أخوان شير حبيبي عزوز شو أخبارك شلونك خليفة من الإمارات من وين يا حبيبي أنا طال عمرك اسمي خليفة المعمري صديق عبد الله الزميلي ونعم والله ونعم ونعم حياك الله يا خليفة يا حبيبي عبد الله زميلي فاتح بث ارسل له والله لو فاتح والله ما ادري ما لا سوالي بلوك ادريبه ادريبه ليش اسوالك بلوك يا خليفه سوالي بلوك طال عمرك قلت له انشر تيك توك مالي يا شلة الاطفال والله عنده وجهه نظر عبد خليفه عبد الله زميلي صراحه ما شاء الله كم يا رحمه كامل كل برنامج دا ما ترحمه ما في ليه ترحم ليه مسكينه وترحمه ما في الالعاب يا رجال امور زينه والله انا عزوز صار لي ثلاث سنوات سنتين تقريبا لا ترى شوف يا خليفه هو انسان مثل 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 مثلك لا تقول ارحم وما ادري ايش استنقاص من الناس هذا لا بالعكس كوفو ومطلق ودندون لا يحتاج لا ترحم ولا ارحب من لاحي ارحب من لاحي صح زين الوقار تبون وقار أنا بعمل لك إضافة يا أخوي خليفة شرفت فيك والله هلا ملوحي جيب أي شيء أي أحد جيب وهني ضايف إنك أبوه حبيبي شرف شرفنا والله منوه دخل منوه دخل منوه وقار تبون أي أحد كذا محترم مثلك يا خليفة أرسل له يا أخي أنتوا عندكم شباب فنانين أبوه طيب يلا دقيقه خلنا نشوف احد ارسل له اجل يا عبد الله الشهراني اللي جنبك عرفني على الولد اللي جنبك ما شاء الله هذا اخوي طلال الشهراني من الجنوب من بيشه تحديدا اخوي واو ونعم بالله اخوك صدق ولا صديقك لا صديق بس انا اقول له اخوي لانه في مثابه اخوي كبير اخوك من ونعم والله ونعم اللي يجتهدون ويشتغلون عنده شاهي في بيشه ولا مستغني عن دعمك اخوي ابو ونعم ونعم يا عيال صدقون والله يا عيال قبل يمكن سنه
كنت ابغض عبد الله الشهراني بغض يا رجيل. لا بس خلنا خلص كلامي. شعورك هذا عندي والله يا رجيل كنت ابغض الانسان هذا، اقول يو العنب والسماجة يا رجيل، لان هو كان يسوي مقاطع يعني مستفزه، وانا صراحه مزاجي في الكوميديا مو باي شيء يضحكني، فهو كان يسوي اشياء غريبه، فكنت اقول يا حتى سويت مقطع عنك يا عبد الله الشهراني، ورحت سويت بلاغات وكلمت الشركه يحذفونه. اذكر يوم اتكلم عليك اذكر ارحب يا جهاد التميمي. بس يوم طيب تقابل انا ابغى بعدين يعني، هل هذا مستمر؟ لا زلت ابغى. لا لا انزح انزح شعوري لك يا لا لا انزح انزح ما لك كلام مو موجه لك يا زميل عبد الله. انا اعلمك انا مع صديقي اخوي الكبير. نعم نمزح معكم والله. لبيك على ما يمزح والله. لبيك. اعطونا واحد. يلا تبون نلعب تحدي ولا كيف؟ نور يا جهاد تميم، نور حبيب قلبي يا احلى ولد. عزوز انت كنت في البيكو قبل صح؟ اي نعم صحيح. بالله عليك شو احلى؟ هني ولا هناك؟ الاحلى والله مقابلك يا حبيبي انت. يا حبيبي يا اخي الله يسلمك. البرنامج اللي انا وايد احبهم عزوز والله تابعك حتى في السناب دائما. تسلم 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 حبيبي. تصدق يا تصدق يا خليفه اذكرك يوم ان كنت قبل مراهق انت تسوي شنو المقاطع قديمه حقت نيسان هذه. خلاص كبرت شيب تار شويه خلاص ما شاء الله عليك الله يوفقك يا اخوي. الله يوفقك. طيب يا عيال شوفونا تحدي يا عيال، انت تعرف احد يا خليفه؟ والله يا اخي ما عندي حد اخوي صراحه اللي عندي كلهم زياد تصور معنا. ايه عبد الله شوف علي زياد شوف ال يا اخي هذا انا ارسلت لا يا رجال عادي ارسل لهم دعوه بسيطه انا قلت لهم ان لا يرجعون. اقول لك بسوي لهم فخ اقول لك عزوز سم مشاهداتي قليلة يسووا لي رفض، ارسل لهم انت بيستقبلونك يلا ييبهم. انا علمك يا خليفة انا اول ما جيت البرنامج كانوا يحاولون انهم يحاربوني. كذا ما في احد يحاربه كلنا يبغاه بس يعطي نفسه انه انا لا 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 مو كل الناس بس لا 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 شوف شوف علي وزياد اسمع علي وزياد وقار العدل اخوك مرجي اخيرا وقار هلا وميت هلا هلا وقار لا يكون زعلان مني ذاك اليوم اقطع بس يلا تعال يلا تختار صح يلا بسم الله يلا جوله واحده جوله ريال ريال من زمان يا وقار حبيبي خليك ريال عزوز وخلك ريال احسن لك احترم نفسك اكسب الاول شقال واحترم نفسك شقال لا تكبيس يا تكبيس 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 يلا جولة واحدة من احكام زين يا شباب ومرجي وعبود شهراني شباب لا يفوز علينا تكفون خلي يبرد يا رجال بدري عليه بدري عليه يلا على عبد الله على الصدام وقار انتسى وقار متوفي الله يرحمه وقار وضع علومك وقار والله الحمد لله بخير والله اموري تمام طبق لحيته جاب الشيب ما منه فايده اي اسمعك كيف حالك وقار قبل اخبارك يا خليفه شلونك حبيبي والله بخير ونعمه حبيبي شو اخبارك وقار انا اسلم عليك كيفك حبيبي هلا عبد الله هلا حبيب اخوك تفضل ما قلت ايش رايكم في الاثاث الاستراحه الجديد والله كله زي الزفت شباب يدا بيد نستطيع بالحب والحنين كلك حلا كذاب يا وقار ماشي ما ادري عنه يا ابن عشان نمشي بهالدنيا لازم نتجامل يا عيال وقار وقار بداياته كان حق هوشات يزبل العالم شاف ما في فايده قال خلنا نجامله لا شوف شوف اخوي وقار شوف يعني لا افراط ولا تفريط الوسط زين يعني ايش لا تكون مره نفسيه وزبد العالم كله ولا تكون مره يعني مسكين والناس كلها فهمت تدري خلي العيب وشو العيب لما يجيك واحد من اطفالك ويبيع علمك هذه المصيبه والله وقار كم عمرك وقار والله العظيم صراحه يعني كم عمرك وقار ترى انا حاشم لحيتك المصبوغه حقت خلاص لا 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 لا, لا. لا والله ما حاخذ عليك يا دبل عيال كم للدبل عيال
كامل الدبل عيال كمل. ايوه يا سلام دبل. اسمع اسمع كل حالي عقالي. يلا يلا لا لا والله حبيب حبيب ابو مرجي حبيب. والله تعب في حياته ابو مرجي. تعب تعب في حياته عزوز. شباب الحب والحنيه احتاجك توقف معي. هلا 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 حبيبي جران. هلا حبيبي عزوز احتاج توقف معي في حياتي ترى تعبت والله. بسم الله عليك محمد. تعب اول حياه الدباب فيكم يا دباب واصل عمرك 40 يا وقار. تدري تدري الحين يا وقار يوم الحين اسمع 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 الحين 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 اسمع وقار كانت مفتوح. اسمع اسمع الدنيا حلوه. اسمع اسمع وقار اسمع وقار تدري الحين الحين زين غيرت وضعك خلاص بطل الحركات خليك يبثك كفو عليك يا وقار يعني خليك يبثك. اسمعني انت الان لما تقول دباب انت قاعد تسير اخوياك اللي عندك. انا عندك دبابات لا لا دبابة. ها اسمع انت وضعك غير يا وقار وضعك يختلف. اسمعني يا الربع نبي نفوز الجولة هذه ممكن؟ هل هو ممكن؟ أنا قاعد أسألكم الحين من باب أخوي الأخوان ممكن؟ أم يا أم لا؟ أوكي يعطيكم العافية شكرا. يا رجل يا ولد كيف بيجي عليكم؟ مين اللي بيجي؟ محمد ناصر يمكن محمد ناصر طفري تعال الدنيا أخدعكم معي. قد مسكور قد مسكور ما له شوي احد مري اسمه ابو خالد الان. يا ابو خالد قفل ملفات ومشى. ابو خالد قفل ملفات ومشى. ابو خالد سوى اللي ما يتسوى. اي والله خلاص اخر 20 ثانية. شهراني وين المستوى يا شهراني وين؟ ما يرجع ما يزعل. كنت افتح فلوس بالبيجو تدري ليه؟ لاني فلوس البيجو حرام وزقوم فيها ربا. فما كنت اطلع قستات واضحك واستانس. يا عيال تحسف انك كان في القستات وصارت فلوس البيجو حرام. لا يا شيخ يعني فلوس البثوث كلها حرام. لا حرام. انت فاتح بث الحين ليش يا كذاب؟ وش وش كلها نفسك ما فيها. هذا برنامج بثوث وذاك برنامج بثوث. شو الكذب هذا يا ابوي؟ ما فيها بواسطه. شو الكذب المسخره هذه يا وقار؟ ما فيها بواسطه. قاعد تنقض نفسك يا وقار. ما فيها بواسطه. قاعد تنقض نفسك يا وقار. اركض يا عزوز. اجلس 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 بس اجلس 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 بس اجلس اجلس. نفذ الحكم قم نفذ الحكم نفذ الحكم. انا يا عيال انا بحكم على وقار وخلي الحكم. تدري ليه؟ تدري ليه انا نفذ الحكم؟ لاني ارجل منك. قم نفذ الحكم. يلا مرتبطه مرجلتك في الحكم يا وقار. طيب يا قوم قوم يا وقار قوم. احنا فايزين عليك وقار. يلا شخص شنو؟ يلا وقار يلا بابا. بابا عزوز شيل قلبك. يلا حبيبي يلا والله العظيم ما شيل. خلاص اسمع اسمع لو اشوفه شفت زعل زعل الرجال زعل الرجال. جلدهم رايح جاي ولع الإضاءة. وجهك ظلام وسوء المنقلب. ليه؟ ما هو وجهك ظلام. كيف أقرأ أشوف رمضان معنا كيف مبارك. الله الله حبيبي ترى أنا ما أخذته قبل شوي والأمور رجعتها وأنا ما راحت شيء ولا أشوفكم شيء وأنتم في الجيب يا اخوان. بالله عبود عبود ها بالله ولا عضاء على وجهك يا اخي. هدى وجهي يبغى يشوفه. هذا اخوياك حدو حلق. لا اجابتك يا صنعت اكبر ما حلق كذا. تمام طيب اي تمام. يلا ادخل الجوله انت.
يلا كبسوا كبسوا يا ربع كل جول حكم تكبيس لا يروحون عليكم تكبيس لا يروحون لا يروحون تكبيس والله ودي طلال كان موجود قبل كل جول حكم انا طالبكم والله ودي طلال بنات عيال كلكم اللي في البث والله لو تكبسون على خشومنا احنا وجيهنا على شاشتنا والله نتعداهم والله تكبيس تكبيس يا ربع تكبيس احنا اقوى تكبيس انتظروا الدبل اقوى تكبيس اسمع علي اسمع من متى ضبطت الامور هذه متى زين والله والله اسمع بعلك السالفه فتحت بث احنا نضبط نسولف وكذا اصور سنابات ونضبط اصور سنابات نضبط فجاه دخل علي ابو خالد قاعد يتفرج معنا ويسولف نزل خلاص 10 سكور بعدين لعب جوله كانت حماسيه خلت فيها التوب وسوالف ونقاشات ما المشكله بعدين انتم فتحتوا وجيتكم رجع تسمعوني؟ نسمعك نسمعك بيرجع قول اخويا انا زياد يبغونك طلال يبغاكم بيجي وينه بالله وينه؟ لا تشتم مش التمرين مش الطوال واحد خلنا نوصل روح عليه اي تمرين يا علومكم والله بخير علومك انت بتروح دبي شوف السناب كاتب تروح دبي والله ما اخوه ان شاء الله قريب باذن الله بتروح ها جا باذن الله اني بنروح تخاوين عبود والله والله اخوكم والله اصمل اصمل وتم معك جواز ويش اي ويش سعودك بطاقه طبعا مية يا عيال مية ادبل يا عيال قلب اضربه في الدبل صولجان يا عيال قلب صولجان يا صولجان صولجان بس نوف يا عيال الدبل طق الدبل ترسلون اي شيء الدبل مرتين يا عيال الدبل ترسلون اي شيء في الدبل تكون 50 سلمان دب والله قلبك يا سلمان الدبل عيال بنات يا تكبيس تكبيس في الدبل دبوني ملوني حيك حيك يا ملوني دبو الله قلبك شدوا يا شدوا 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 معله معله شدوا رد برد بشرة رد بشرة هم هينادون يا شدوا منوري يا عمرو يا منوري بيض الله وجهك ضربتني وش طلال يا عيال ضربتني معليش بالقبول معليش منوري يا جعل والدينك بالجنه يا منوري الله يسعدك منوري لبه والله خشمس الله يسعدك يا منوري بيض الله لبه والله الوهميه اللي ما تتكلم فديتها وفديت عيونك الله يسعدك يا منوري من نوري جعل والدين تسال الجنة جعل اسم الدين من زود قولي امين قولي اكتبي قولي انا حية كلكم انت من نوري كومنت من نوري وحد الكومنت وحد الكومنت من نوري قلوب يا عمري من نوري الحرية الله يا أخو عبد الرحمن شوف عدو الناس إيش ما نو طلع بيروح غريبة طلع يا أبغاني كلاو شنوخ سلام الجولة هذه جعلت تصيحين من الفرحة الجولة هذه هدية مني لكم يوسف جعلت تصيحين من الفرحة كبستو شكرا مو عصا مو عصا
شكرا والله ترى هذه الجولة هدية عبود. عبود 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 الحكم الأول أخيرا قمت تكتبي ها الحكم الأول عبود ها أقصد كل حكمك وشو الحكم الأول السفرة حقت هذا رمضان شفتها أبيك تمسكها من الزاوية تمسكها من الزاوية تمسكها كأنك كأنك تنفذها ما تمسكها زي كذا وتقعد ورا لمدة دقيقتين وانت كذا مجمع مع الأغراض كذا محوسة كذا مع السفرة كأنك ماخذ أكل كذا بقايا أكل تبي توديها لنا فيه حلو ايوه وتقعد في الزاوية وانت ماسكها لمدة دقيقتين الحكم الثاني حقت رمضان اللي فوق شفتها الحبال ذي تطلعها وتربطها على نفسك حلو الحكم الثالث إيش ماخذ عقالك شفتها الطاقية والعقال وإيش ماخذ تودينها موية وترجع تلبسها كذا هي موية خلاص بشيل بشيل السفرة العب يلا العب جولة من حكم يلا بشيل يلا عصر كبس يا رجال أنا طالب كبس 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 خلينا من الزاوية للزاوية يا بعد قلبي والله منوري فرحانين بوجودك والله كذا كذا عبود بظهرك كبس جايز اللي عندنا تكبيس تكفون لي تكبيس يا رب لا يوقف والله لو تكبسون كلكم ايزي سكورنا يصير 2800 تكبيس التكبيس لا يوقف يا اخوان حسنا عليهم رمضان يا اخوان شوفوا معاه كيس الزبالة الله يكرمكم ويتمشى يحسب نفسه باريس ولا تبوني خلك ثابت الى نهاية الجولة خلك فولد خلك شلها ايش خليك ماسكها وانت جالس خليك ماسكها وانت جالس دقيقتين تقولوا خليك ماسكها وانت جالس انت ما سويت يا ربي عدبل عدبل ما هو مفروض اي شيء عادي اي شيء عدبل العيال ترسلون لي شيء يدبل تكفون في الدبل اما الورد يا مواريد الامطار ايوه ما هو الطيب الا مرقشوش دبوني حبيبي روق روق منوري منوري صواريخ يا منوري يا رب اتكلم يا منوري يا تقوم مع منوري انتبه يا من العز يا منوري يا من العز الله يعزك ويرفع من شانك غزل يا اخوان تكفون منوري دعواتكم المنوري وجهك تشوفونه زين يا الربع اللي بالكم النوري تطلق صواريخها النوويه تفجر راس عبود عبود اكل هواء اكل هواء وعرف قدام ولا انا راك شيء حي عينك باقي بيني وبينك حي عينك من نوري تدري يا الربع طلع لهم حس ما كانوا كيف ما كان يطلع لهم حس علي وزياد كانت الساعه 10 قد رقدوا انا مرقدهم بنفسي الساعه 10 علي وزياد الساعه 10 قد رقدتهم انا قد رقدتهم الساعه 10 والله ريان روح نفضي زين هناك اشهد يقفل ملفه اشهد وشوي صقروا عليها دراديش غزل عبود شلونك من نوري شخبار وين طلال راح فقدينا يا ولد راح ابوه يا ابوه عبد الله انت بتوصيله لا اترك اشحن
عبود طاعون في سهله. استغفر يا ولد. استغفر ايش عندك يا ولد؟ وش معصب؟ خل روحك رياضيه عادي. وش الادعيه ذي يا عبود؟ لا صوتي راح صوت. يوم عليك يوم ضدك. ايش فيك انت عبود؟ عبود ابي اذكرك بحاجه، بس ابوريك حاجه بس يا رب لك تذكرها. قلتها تم. ولد من اللي شال الاغراض؟ ايش اللي هلا؟ سلكك موجود يا ولد، سلكك موجود ترى. علي وش كذا يعني؟ وش يعني؟ شوف عرف اسكت. خليك، انا مستنزف، كل اللي فيني راح في التوب، كل شيء راح. انا واضح والله اني مستنزف. يعني انت ماخذ التوب الحين؟ ايه على رقم واحد فوق. خليت الساعه اللي قبل. تخيل الثاني تدري كم؟ 1,700,000 الثاني. خليت علي والله تستاهل. رجلي كذا حطيت لي والله ابو خالد. استغفر الله العظيم، انت والله ما ادري ايش تحس فيه عبود. تدري تذكرني بطولك وبوش حبيبي؟ ما انت تكلمني تقول ايش تحس فيه؟ امانه هو ميدي يا عمرو. يا منوري بيض الله وجهك يا ابو سعود. تكلمني والله ما اسمعك. اوكي يا هات نفسي والله ما اسمع. طيب اسمعني اسمع. تبي تخوينا؟ كلم المنسق زين. أمانة السؤال صدق على طاري منسق. أمانة من المنسق حقينكم؟ أمانة لا مالك شغل. كذاب والله أن علي المنسق واضح لأنه يرقد بدري. والله مو بنا أقسم بالله. أكيد أحد من أهلي. والله مو بنا ولا واحد من عائلة بعد. طب اسمع. ها يا علي زيادة الحكم الأول. اشوفك تصور بالسنابات معك ثلاث نظارات زي كذا صح؟ تاخذها تكسرها قدامي كلها ثلاث. اشتروا لحيك. الحكم الثاني تودين عقالك وشماغك وطقيت تودينها مويه وترجع تلبسها قدامي. الحكم الثالث. الحكم الثالث يا طويل العمر والسلامة تنزل الثوب سروال فنيله وتقعد تسوي زي كذا لمدة 3 دقائق تتمشى كذا وانت سروال. غير ذا تكفى. غير ذا يلا اغير لك حكم سروال فنيله. اسمع جيب لي صحتين مويه ونص واشربها خلال 30 ثانية. احسب لك بالتايمر. تعطني قرص يما؟ خلاص العب. يلا العب الجولة الثالثة الأخيرة. أخيرة تبونها ولا ايش تبونها؟ ايه الأخيرة. كمس. قاعد تكبيسترون. آخر جولة. آخر جولة يا رب. منور يا عمري تريتي حقنا. اي والله. لبه والله خشمس. الله يسعدك. خشمس كمس. لبه والله خشمس. أصبر نجيبه. تكبيسكم يا اخوان. يلا واحد من ثلاثة. نوري يخلص الوقت. 7 4 3 وشربها. سبعة عشر حصانة. ها خلاص تكفي ثنتين. تكفي ولا تجيني تقول حصانه؟ تكفي ولا بشربها اموت عادي. تكفي. لا انت مسوي تكميم خلاص. لا ذكنا مت وانت قاعد. تبعيني خذها يا جوله واحده مين بيحتميها؟ ابغى واحد ممكن. اخر جوله يا اخوان. اخر جوله. شوق معانا رحله بيبسي الجزء في اكتشاف مواهب الفن. اخر جوله.
اخرجونا، قفل الملف ونمشي. مع منوري تكفون. شدوا شدوا اخرجونا، اطلقوا ظاهرة الانذار. جاز تكبيس فدمل. يعثرون اخرجونا. منوري ارحمي منوري. يا من العز يا منوري، أنت من مع منوري، منوري يا بعد يا منوري، تكفون مع منوري بالدبل، حيك بسم الله ما قصرتي منوري، منوري صواريخك منوري، نسميها ايش تسميها؟ جايد جايد النوري، خلاص من اليوم ورايح نسميها النووي، النووي والله لا سميت النووي، عندها القنبلة الذرية بعد، والله لا سميت النووي من صواريخ النوري. الله يبيض وجهك ويرحم والديك، الله يكثر مصانع صواريخك ويزيدك ان شاء الله. غزل شكرا يا غزل، الكبستو اللي يقفلون الدبل، شمايل التكبيس، جعل اصابعك ما تمس النار، قولوا مين عبود ارحب بالله تتخوينا. متى بتروحون؟ بروح دبي. متى بتروحون؟ بروح دبي، بعد دبي بروح شارجة. وش هنا؟ اللي ما راح. لا بس انه ايش عندكم هناك، شغل ولا تمشية؟ لا لا والله تمشية، نبي نجدول بس تمشية. طيب متى؟ والله ما ادري، بس خلي لين نطلع جواز ذا. باقي ما طلعت على الجواز. طيب على طول انت واقف، روح اي مكتب خدمات ولا انت تطلب ويجيك. كل نفس ياخذ يومين ولا ترى بدون جواز عادي، دبي بدون جواز اثبات بس يعني بس إيه حجز طيران. اقول اثبات حجز طيران خط كله. اي والله واذا نكبنا، اذا رحنا هناك ونكبنا اعطيكم تذاكر الرحله اللي راحت عليكم اثبات تبغى اكثر من كذا؟ والله والله اعطيك بس اني متاكد. ودك ما في مستحيل ما لكم اقارب في المطار ولا فيكم اقارب يسافر. والله نهبدوا والله. كيف؟ بدوي بس بالهوية، بدوي دبي بس بهوية، دول خليجي بشكل عام بس هوية. اسمع نبه شو اسمه، تبي تخوينا عاد تكلم المنسق زين؟ على خشمي. عبود عبود لا راس المنسق اصبر. عبود تكفى ابي اخاوي علي من نوري، شكرا من نوري. غزل اسمع الحكم الاول، اسمع ارسلت اسمع اسمعني اسمعني خلاص عندنا وقت. الحكم الاول وش يسوي عبود؟ يا وش تسوون؟ حكم واحد بس، حكم واحد بس. عبود بطني يوم تابل ما نظر نار ترى اقسم بالله يا بطني يوم تابل اهد اهد الكتشبي شغل شغل سوي فيها مرام شغل سكره هد شغل سكره عين عبد الله طلع وتعال ما يضغط ترى يسوي ترى يحطو هجك امزه ما انا بدب عليه من يوم بس الى عنده حلو اليوم حلو لا حلو بس بيزع مثل ورين شمس شنو صار؟ نطلع ليش طلعت عليه بمامي بس وزعل شنو صار امبيه؟ امبيه شفتوني وانا اركض من حاج جد جد خفت وين هم بيروح؟
ايش ذا الطغيان فيكم؟ ايش ذا الطغيان فيكم؟ بالله لازم اروح اشوف تصاميمكم في تويتر، والله العظيم ابغى اشوف تصاميم فخمه، اقسم بالله يا افخم تصميم يجي اللي هديه، والله 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 ابغى اشوف تصاميم، ابغى انزلها سناب. اليوم خذيتوا بنتو ما بسهل مليون وعليها، خذيتوه سعد امكم الطغيان، تراكم انتم اقوياء ما بشيفتكم انتم، والله ما بشيفتكم، رب البيت انكم اقوياء مره، اوفر قوى اوفر اوفر قوه اوفر اوفر قوة او بلدية سود مهش باللولي باقي ترند اوفر قوة اكسترا قوة انتو اكسترا قوة الله التف التف ابو فلوحة الحساب اللي دعمني ب 600,000 نقطة في الجولة الأخيرة اللي خليت منها التوب صح انه ابو خالد بس من حساب ثاني نزل فيه تصاميم صح صح انه صح احس انه ارمي ايوه احس انا احس ابغى تصاميم قوية قوية عيال الفوني يصير يردها في النص ولا يحطها على الطاولة والله يتكلم انا صادق الحين صادقي طيب ايه عشان رمضان قرب وين احطها بالضبط؟ ها؟ نحن نخليها في النص صح؟ الصورة نخليها ايش رايكم؟ اعطوني رايكم ابدا يا عمي الحمد لله هذي عندي يكسر شفت مين يكسر؟ انت 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 من امي لا لا ترى ما بعرف والله العظيم ما بعرف والله ما بعرف من ايش انا؟ والله ما بعرف حاول انت فيها عطر وكلها ما شغل الحجاره كم فهمت؟ بوريكم بوريكم شو اسوي؟ خلوكم معي برتب تناول بقى عانوا عانوا العنز عانوا العنز عانوا العنز عانوا مخماص ايش العنز؟ عانوا مخماص وذا زوجها هذا زوجها هذا زوجها هو انكت نفسه ولا يسويها انت ارفضها برا وجهي في واحد يعرض عليك شوف انا اول مره اشوف صلحت في بالقوس انت ما شاء الله باقي ما نزلت ترى صميم رمضان امانه ايش رايكم شوف الفانوس كيف فوق ما وريتكم ترى باخذكم الحين لفه لا الان باخذكم لفه انا زعل انا زعل باخذكم لفه ترى مني والله بدي اعلان مني الفوني شديد تقليد فنوس لا انكسر يا عيال من عينه فيه اخر مش عارفه ماني جايبه طيب نبي حط جنبك الا ظني اني بحطه من في مكان ربي خابره ياتي الزاويه ايه عبد الله راسي تحسوني انه ديربي الارض يا هذا الحين معروف انا سعيد عندنا ديربي الارض يعني طلب من راسي انت ليه؟ شهاد اليوم العب ولاعب شوي بوريكم شوي اضغط استاذ اذا كان تبون نسيت اخوكم عبد الله الشهوان هاي صار يعني مرة اصلا هي كانت نسيت لا اكيد عشان لا تاخذ طيب طاوله وين انت خليها
هلا انا هلا خشم مقام باب كان طردوه الله يسرع طردوه رم اخوت الزين رم اخوت الزين بلقاء ما جبت التمر انا اخوك يا اخوك من الورشة طيب يا اخوك القم لا 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 امزح وش وقت بلعت البلد عطني فاين امسح القشطة القشطة نكبت عطني فاين نكبت خلاص 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 طيب بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اما الان ابغى اوريكم ترتيباتنا لرمضان احنا قروب السعد اجتماع قروب السعد أوريكم ترتيباتنا رمضان طبعاً اللهم لك الحمد أنا والشباب أمس حبينا نتقضى وقلنا بنجيب أغراض رمضان وكذا وناسة وانتيكا وفانتيكا ونستانسون ونبسط مع بعض تعالوا أوريكم بسم الله جاهزين جاهزين بسم الله أول ما نبدأ به سطر الزبالة كنا نرقى عليك بشي الله يكرمكم هذه الصراحة هذه الغرفة اللي رتبناها وضبطناها تراني بدخل الغرفة اللي في الغرفة من باب الاحترام فاتح بث بدخل غرفة ما شاء الله ريان هذا هو قاعد يرتب ملابسه وغرفتنا نظيفة طبعا تجهيزاتنا رمضان شوفت عيونكم شوفوا بناديش حركات اسم رمضان مبارك يا عيال رمضان مبارك رمضان كريم طبعا هذه فوانيس وما فانويس حقت السفرة وما سفرة طبعا وهذه التكاسيك والحباكيك والسراتيك شوف ايش في الزاوية هنا الله ام بيه من جد بيرفكت من ليش ما نحطه على المكيف يا عيال ليش ما نحطه على المكيف نجرب اي مكان يزيدك بالسلم على وجهي طبعا هذه الدناديش هنا بحطها على المكيف ايش رايكم اكتبوا لي في الكومنتات هذه الدناديش وانوار وكذا وحركات شوفوا كيف مكتوب رمضان مبارك نورتنا يا رمضان وفي الزاويه هناك دناديش وحركات ايوه حلو وفي الزاويه هنا هذا المصباح اللي جنب السويدين وجنب قروب السعد طبعا يشتغل كذا شوف كيف الله الله قول احسن منكم مستانس معي ايش رايكم بقترح اقتراح ايش رايكم اللي في الزاويه هذه هذه اللي في الزاويه ان شاء الله نحطها هناك على المكيف من فوق المكيف حلوه بتجي ها ما اتوقع اني سالتك هم جاي واذا قلت بحطها ترى ما تصير المكان ليه تبغى شوف ترى بخلي يقولون قروب السعد نقص واحد يا ولد وينه وين اختفى والله نقص ظني عنده اشغال تخرج وراح عنده اشغال يا ولد وينه وينه تخرج والله راح الله يحفظه بيكون حلو يقولون بيكون حلو بنجرب يا بنجرب بنجرب يا سعد برد هذا ما ضبط برد طيب نجرب بسم الله ايه ما تم عاد يا رجل روق صار على التمرين يا عيال ها؟ صار على التمرين لا ايه بروحنا لا والله ما صار والله ما صار حتى اذا ما تلعبين ايش؟ وقف يلعب لا والله ما يقول يا ناصر يقول عني رايح الملعب رمضان يا رمضان يا شهر الخير والغفران رمضان رمضان يا رمضان يا شهر الخير والغفران اسفل لم يسوى تعبث اسكت بس نعم والله نحس ما تسلم والله بس خلاص انت سوي شيء بس تعبك خلينا نكمل شغل بس عبود ما اشتغلت عبود خربت عبود خربت
قال إن هذه الثعابين بعض منها سام والبعض منها غير سام، ويعتمد على حجم العضلات الكبير والذي يساعد على خلق الفريسة. وفي الحقيقة يختلف كل ثعبان من ثعبان إلى آخر. في بعض الأحيان يمكن أن يصل إلى واحدة من الحيوانات المسمحة الخطيرة للغاية. ونحن اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف. مكان ذا حلو ولا أرجح مكانها؟ أرجح مكانها. سحب مرجل. أرجح مكانها. مرجل. مو حلو صح؟ أرجح مكانها صح؟ ها تركهم فلت أمه. تركهم فلت أمه. يا سحب لا تكسب. كده تمام صح؟ كده تمام صح؟ لا كل من المتابعين. حط على ذكر التلفزيون. والله مو صادقين. ايش؟ بكم كان حلو والله صدق. ايش؟ في واحد كتب تخلى ليش ما تحطون الدنيا دي شديك؟ اللمبات اللي في الزاوية. تبتها على مكان التلفزيون فهمت؟ شل هات وحطها الحين زين وخله ما هم يجي. طيب خلاص خلوا انتوا العبوا العبوا عاينوا في الجو اخ عبود ايه على اساس عشان واهبي طبت عليك خلوا خلوا العب العب مرضخ مرضخ ما قدامنا شيء يا سعد نلعب قدام طيب ظهر انت حنا الجو نلعب قدام الجمهور يعني كم قدام اسمع انت كيف تسوي نفسك ما تعلم ولا شيء السلام عليكم السلام صح الشيء ده صح من وين انت يا محمد لعبت بطولات قبل كذا ايه الرياض ام ايه كابتن عمر جاي كابتن حتى لو كان مطلوب بعلمك المرجع يا ابوي انا توترت ما دخلت يا عيال ابوي ابوي الموقف الله يكسر قبلك انت والمتابع علاج عشت ناب ومر هاك ناب ايه لا خلاص ترى فوق القطعة حتى حبة خلاص الباقي ما نقدر نقوله هنا مو باقي غني انكسرت فيدي يا عيال كلها من ذا الشايب الله يجعلها بين عيونه الله يجعلها انقلع اذكر والله يا اخوان عيني ما وصلت عنبي والله اني انكسر فيدي اقسم بالله اني مس شال لك كذا ورب البيت اني شال لك كذا بس فجاه انفجر فيدي والله ما ادري كل عين في عين كل عين نعي كل عين عندي بس لا ترى مو خمسه واحد الان يعانون على يمكنها عين بس ما جات في شيء خلاص صح ابو ظاهر والله تعجبني يذكرون الله يذكرون الله الله لا اله الا الله الله سمع بس انا اوه
راح شايف راح تكفى ما عدا الا العجوز معود تنهي والله انا قلت والله انا قلت لا تقول لي ما قلتها وانت تقول ما سمعتها اخر كلام ترى انا عيني ما صلت عندي بس يا ولد الحوسب الحادث تابع في الفلوس اما احسبني بلاش الكلام كم ما صدق ما استراحه اي والله اي اكثر من مره فكها فكها لحيك من اول فكها هذا الاخر. هذا الاخر. ما شيء اسمه اخر. ناقزات. لمن. الاخر. ما شفت. هاني ما شفت. اقول لك هذا الاخر. تلعب. اسي سعد. تنقل على الطلاب. معلمك من قبل تسجل. لا تسوي لي فيها. عشان عبد الله واقف قدامك. عبد الله خلها بشيلها بعدين هذا. لا والله اشيلها ذلحين. خليل. اذكر والله يا غالي. خليل اذكر الله. اذكر والله على ايماني. اذكر الله على ايماني وسلم خمسة. يا حمار هي ما لها دخل بالقيمة يمكن الناس قالوا حظهم ذول متجمعين يختارون اي والله جات في ذا احسن من انت حلك من كيف قالوا الناس مجتمعين ما قالوا الناس بالنص انفع معه بسم الله قاعد انزل 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 حد اسمه امي دائما اذا كنست ستسوي كذا عشان ما تلعب الغبار يا رجال مستراح امي دائما سوي كذا أمك ما أمك ما قالت عندها بديرك